تفضلي. احسنتي. سفوله سفاويه. طيب شربه. هذه المبادرة جاءت كاستجابة بعد الزلزال الذي ترك أثر كبير على المنطقة، على المجتمع المحلي وعلى قطاع التعليم بشكل خاص. فكانت مبادرة الباصات هي استجابة لهذا الأمر لتلبي الاحتياج الموجود وتعوض النقص الذي حدث بسبب الزلزال. الباصات يعني هي فكرة طريفة أولا ومحببة للطلاب، وايضا هي يعني محاوله للوصول السريع الى الطلاب الذين انقطعوا عن التعليم في ظل هذه الظروف الصعبه. يعني إعادة هيكلة الطالب بعد الزلزال، يعني بحيث أن الطالب ما ينسى القراءة الكتابة، ما ينسى أستاذ، كلمة أستاذ، كلمة مدرس، ما ينسى المدرسة. طبعا أول شيء يعني كان المشروع هيك غريب بالنسبة لنا، لحتى يعني شفنا الباصات، وقت شفنا الباصات فرحنا كتير على الرتابة والأناقة اللي موجودة فيها. بالفعل يعني بتجر الطالب، يعني كان الباص أو مجموعة الباصات لما تفوت على المخيم تلاقي الطالب ما عرفان يعني هذا الباص شو، تلاقيه عم يركض هيك وعم يتطلع فيه انه شو هاد، شو هالشي هاد، ألعاب وأحرف وأرقام. وأكيد هي الطلاب يعني هي كانت طلاب مدارس، يعني لما شافونا وعرفوا انه يعني في طلاب، هلا نحن بمخيمات عم نفوت عليها طلابنا، يعني لما شافونا صاروا يبكوا، استاذ امتى بدنا نرجع على المدرسة، استاذ امتى بتفتح المدرسة، يعني هي الأسئلة. طبعا هون الطلاب يعني مباشرة صاروا يطلعوا بالباصات، وأنا تفاجأت بصراحة بالتفاعل، يعني تفاعل رهيب، يعني بتحس أنه دخل للطالب جو جديد، جو تعليمي جديد. الروتين القديم مثلا أنه نحن نفتح له خيمة، نفتح له كذا، هذا الروتين القديم مثلا خلص انتهى، صار في شغلة جديدة، صار يطلع الطالب على الباص، الباص مجهز من كل شيء، من مقعد، من لوح، من سبورة، من بفلة، من كامل مكمل يعني. فهذا الأمر أكيد كان جيد جدا بالنسبة للطالب. خليها خليها الآن.